شوفوا تقرير القوات الخاصة الكويتية وقوات مكافحة الشغب، عيالنا شلون طبقوا القانون على المشاغبين بالشوارع وحاولوا إثارتهم ويحاولون يطلعونهم بصورة سيئة، لكن هذا الفعل هذا سألوه باحترام. لكن شوفوا النظام في أمريكا والبريطانيا شلون يعاملون شعوبهم، حاولوا إثارة القوات الخاصة وحاولت الاعتداء على القوات الخاصة. تحية لكل عيالنا بالقوات الخاصة ورجال أمن الداخلية، شوفوا التقرير.